هذا يسأل يقول إني تبت إلى الله عز وجل، إني تبت إلى الله، ولكن يقول عندي مظالم للناس وبعض الأموال للناس. أنا أقول إذا كنت تستطيع أن تردها إليهم وجب عليك ذلك، أو تطلب مسامحتهم. أما إذا لم تستطع الوقت الحاضر أن تردها فأنت تكتبها دينا في ذمتك، فإذا قدرت تردها إليهم أو إلى ورثتهم. نعم.